إليكم من جديد. سيبوا عملتها ما صحاح الكل عملت كيفك برا مش الدباس تحتوي عايشك مالا ترانتينو جيبوا معايا ناسي وحبيبي جب لا 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 قديمة وماستا والعباد فدت منها يزي معناها يا مجيك اسمع اسمع ركز ناسي وحبيبي جبلة وإجاو نعملوا حملة بشكلات كيف فدري هذي شباب وشيب فما حاجة عشتوها تعرفوها هي العمر في حاجة مقلقة برشا وشاءت الأقدار أن أكون من مواليد التسعينيات ورأيت الإرهاب يترعرع وبوكيمون يضرب وكان الأوريزون ما زالت تمشي يخجبي صوتك عندك حملة وحلة عفوا ترانتينو تاح تفضل معاك ترانتينو كل وقت إيش احنا مين؟ نحن في صلب الموضوع تدوم في صلب الموضوع ترزل ترانتينو بتاعز شباب وشابات اللي فاتوا 25 سنة مش نعطيكم لمحة صغيرة على الترانزيسيون مش تصير لكم مع 30 مع الفصل الإشهاري هذا لا 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 اليوم عمري 25 سنة ومنجم مش أي سيل لي شنية ذيك ولدت في السنة سيس في الأسيروس جروب مبروك والله عمرك 30 سنة وتو دخلت المعترك الحياة اللي شبه هكا دونك توا تنسى اربوخ القعدات واللامبالات امو كم حليت قهوه على بكري ولا دبرت مشروع والا سافرت من البلاد دونك حياتك تا باش تولي كلها اوراق اداره ارجع مصروف ومسؤوليه تحشيت كيما قارنا بالقروي شوف 30 سنه وراو ايتا ديسبري سيت ان ايتا دو سنترال ايتا دي دينيت على الفاتحة تظن من ذكر طردتك أنا من مخك عجب كما قلت لكم 30 سنة سنتاني تادي نيت نيت في الراس أو جي كسر لك وجهك أنا كمل الابيزود كمل كسر لك وجهك كمل ترانتينو دوك لازم تكون عمرك 30 سنة ما في مخ برك ما الفازات ينجم يسيروا لك تشوف الترانت على الانترنت سيدو نبرتو كافر اختوى أنا في عمري شي Here we go again. قوم في طنبك القهوة وتقول. لا ما أسمع بجولي زميلي. يزي يزينا من قاعدة في القهوة. عندي ألف حاجة بشي نقدر في الدار. خدمة ذي بدور وكنا هذي مش نخدم ثمانية ستة ما توصلنيش. أنا حليت بروجيت على الإنترنت ونخدم اليوم في الليل. مش لازم نخلط على كل شيء. وقت مش نقفل بلادنا ونقفل مستقبلنا ونقفل معادنا. والله يخرب. قال لك نعمل حاجة تصلح يقدروك أكثر من اللازم سامحني عمي من الكار أنا عمك شباب أنا مدام مسرب على الانفيراسيون لا 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 لاش تحفرت لاي تقصر عندي تيك توك زيادة شو حط غنيت فيش حط غنيت ها ادي اما اظن مسرب على مش تكاسو كيس سي بون تاني خو تاكسي ايش لانه يوديش ايش لانه بس شباب طيحوا القدر اكثر من اللازم قلت لي دهمين يحتاج يزي بالاخرى يزي بالاخرى اش قلت توا قلت لك معك قلت لك يزي بالاخرى عندي اش تقول لي اخرى تعدي جائله في عمرك اكبر منك بعاد مرقلين انا خلطت على الكونيكسيون 56 كيلو كنا نشري كوارد خرب شوب 5000 كونيكتيف وكان صوتها يعمل هكا بالضبط تحب زيادة كصوت أخرى؟ ترى؟ فيزيك في العمر هذايا فهم برشا عوامل باش تتبدل، الكرش اللي دز باهي مانيش نحكي على جماعة الترانا هاشتاج هيلثي لايف، هاشتاج سلاطة، هاشتاج بيسكوت، ما تكونش فكرة شنو نكره، وتتخرى في صابط الخدمة. أليا سامحني في سبيدري بتاع الجيم، وكان في العادية بتاعك عندك جدة الله مصلي عن اللي عليه جوني سينز فهمتني؟ لا لا مش نحكي اللي في سروالو ونحكي اللي في شعره، ما فما حتى كعبة، دوك باش تاخذها من العادية هذاك تاخذ الشعر باش يقول لك باش شوف وترسلك الشعب التونسي الكريم الكل ميخ تيكي التركي وماشي السلام عليكم باللي شعري ما جاش بحديك ما رجعوني موضوع
بيناتي انا والرجله الكل فهمني اكسبير ما عشناها ماشي مزيانه الجمله عرفتها ولا والسيد هذاك تحب تمشي تقابله وتحكي معاه انا سيد بزي لاباس بريك ريتني موصلنا ما تحبش تخدم على روحك وقت حاجتي بيك قداش مره تعملها بيا ثلاثه مرات في اربع سنين تو اللي يخدم تو تستوي لي ولا مستوي مانيش برك بيه تاع اللي يجيب لك برزي تغنى فيها عايش خويا راسك اللي نجم الجاي الانجيلات ومعاه بالوجه هذايا شنيا طالب منك خدم على كيفك يا اخي مخك زاد باش يتبدلوا فيه برشا حاجات تقرا كيفاش تمشي العروسات وتعمل جو هذه صفه عامه هذوك العروسات توا ولاو عروسات صحابك عم تعرفهم كوبلوات ريتهم يتراحوا يتعرفوا على بعضهم يتعاركوا ويقصوا ويرجعوا يعملهم الكل وما عادش باش تراك العبد يكون منك ما تعرفوش عمره ما ريتو باش يجيك بك الجمله الشهيره يا كولي تراجل انت في بالك كنت قد هكا بارك الله فيك يا حاج في باليش اعطيوه جيز اعطيوه قد واكلوه اصحن كسي بالعصبان وزيدوه الزبيب فما كوبلوات صغيره منك عارفه واش تلقاها جايبه صغار اثنين وثلاثه واربعه وتركب لك حتى انت تقول لزني حتى انا كافي هو راهو مستعد للعرس وتريني ديجا على برشا حاجات لا مش ديجا لم بيتك توا صفر في الدربه التشكيليه تي باقي لي البروف دونك نحب نعدي ميساج اللي انا لوج على ام لا مش في ميل واحدة تولي أم عيال لا أنا نولي بو تنحب طفلة دعمين المشكلة وقايت أفو أبري جماعة العشرين وثلاثين سنة مش ناس كل عملتها ومبليس طرق مولك نقط على نورمال اكزاكتمو اللي بشي يقول لي نقط على نورمال راني يا عبدي في العشرين سنة ها جاتني فكرة تمشي حمامات بينا فلوس تنصرف كيفاش باش نمشيو؟ يا ودي مش مشكلة تو نتصرفوا فين باش نباتوا؟ قلت لك تو نتصرفوا ما انا باش نستنى في 30 سنة الو موتو وي ما تخش تعمل سيجارة قدام باب الدار في 20 سنة ماك تعرف الدار يا باهي هاي برا ساعة عرفت حونتك الباب راهو بالكوت يعطيني الكوت وريني عاد قدكش موتيفي باش نجي ما تعرفش اللي حيطولوا الباتمان في 30 سنة هاي نعرف بيان سيو اللي شاهدني نخاف نجيب عليك نقلته للسيزيام ما لازم نطلع في دروش وظهر الروماتيزم تعرفش كيفاش خير اصحاب علاش الموبيقات هذا كل هاي باي باي هاي نمشي نعمل تروح سكرابل تو لا ولا مونوبولي دي لا دي دوما انا عامل تروح زمام ونبكي على 30 ما راهي ما تفرقش برشا على 25 جست المجتمع يستنى منك برشا حاجات تونا صعب شوي هما مثلا الاستقرار المادي المسؤوليه الجديه بايسي ما يفهمنا نحن ديه يبرك مش لازم لو جست خيلوا معايا مخك عجب في 2070 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليك تاكل حسين ما تقصش يو شباب اليوم باش نحكي لكم على موضوع عمري نسأل المرأة قديش عمري نسيت يو شباب اليوم باش نحكيو على باش نحكيو على النسوة اتذكر النسوة انا الدين والدي ظهري انا ظهري انا الدين والديكم الامر في شان يوتيوب والدي والانستغرام زدتني تعوذ لي كل مرة طلعت لي واحدة 16 سنة وتدخل اكثر مني انا الدين والديكم نعرفكم تكاولوا قد باب داري المناظر فيه هذا قلت لكم انا في كل تاني يجابوني المناظر اللي ورا الكاميرا الله لا جابتوني سكر فمك وين كنت انا انستغرام من عندين والديكم دوك الموضوع اليوم باش نحكيه على الظهر وقص على البرنامج خدمه الكلبه من عندين والدي ده مين يحل لنا قوس ليه مش هذاك ومش هذاك زيادة يعطيك الصح
نحب نقول مساج مهم برشا للعباد اللي هين بعبد مريض يعرفوه من عائلتهم ولا من صحابهم. يعطيكم الصحة وراكم عبيد بالدنيا وربي معاكم وإن شاء الله هنا آخر التقاوة. أثرت بكلامي يا عبدي تفشى. أنا برجولي فديت من بكاية وشكاية والكبر حاجة عادية وكنا باش نموتوا باش نهزوا للعزوزة فوت. نحب نقول لكم حاجة واحدة في الثلاثينية هذيا باش تتعلموا برشا حاجات في حياتكم باش تولي عندكم إكسبيريونس توليوا حكماء أكثر وتوليوا تحبوا تعديوا اللي عشتوه للعباد اللي بعد. كيما نقول مثل اللي فاتك بليلة فاتك بحالة لا لا فاتك بسهرة يا قهوة وركز عليك قولي بالضبط تعرف روحك شنو تحب وشنو ما تحبش. قلت لك ألف مرة ما ناكلش هريسة وتولي تحب تصلح حتى من منظورك صغير بنقاشات بحكايات وتولي تنتريس بحاجات مهمة برشا في الدنيا هذي. وتولي تضحك برشا على روحك قداش كنت بيم ومصدق كنت فرخ. واهم حاجه تقعد ديما مازال عندك الامل انك باش تحلم باش تتعلم باش تخدم تقعد تشوف البارتي المعبيه بتاع الكاس. وكما قالوا ناس بكري احلم دوما ان اكون الافضل بين الجميع لذا اسمع البوكيمون سلاحي المنيع حرب ودمار. استنى 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 انتم في بالكم 30 سنه حياتكم عمرها ما باش تولي كيما فريندز ولا ايه؟ مش احكي لي